مساء الخير. اليوم نحن حنكون مع موضوع بعيد عن المواضيع الدوائية، اللي هو الدافع الداخلي أو الدافع الجوهري intrinsic motivation. وهذا الموضوع أنا اخترته لأنه حابب شارك هالأفكار هاي المهمة، خاصة مع صادلة اللي هن حابين يكون عندهم تميز بأدائهم، و يعني يكونوا فعلا ما عم ينتظروا الدوافع الخارجية اللي حنحكي عنها هلا بهذا الموضوع لحتى يحققوا التفوق المنشود. اوكي، فهلا حنبلش بهذا الموضوع اللي هو كتير مهم انا بنظري، وهو من الخلاصات يلي انا يعني لقيتها جدا مفيدة اثناء اطلاعي على مواضيع عديدة بعلم نفس الأداء. أوكي، بنعرف إنه النجاح هو بيبدأ من الداخل، هو مو شيء خارجي. أوكي، ووقت نحن نفكر بمصطلح الدافع الداخلي، فبيخطر على بالنا المشاعر أو الحب أو السعادة اللي إحنا بنعيشها. وأنت مثلا وقت تمارس أي نشاط أو مثلا تلعب رياضة، فبيكون الدافع تبعك مستمد من الداخل. أوكي، منشوف نحن في كتير من الأشخاص هن يعني بيحبوا الشيء اللي عم يشتغلوا فيه. أوكي، وأنا شاركت بوست حول إنه يكون عندك شغف بالشيء اللي أنت عم تشتغل فيه مهما كان شغلك. وقت يكون الشخص عنده شغف وحب للشيء اللي عم يعمله بيكون متحمس أكتر، وهذا الشيء بيساعده بتحقيق الإنجاز. أوكي، ونعرف وقت الواحد يحقق إنجاز ولو بسيط، هذا الشيء يعني بيساعده إنه يعني بيخلي الدماغ تبعه يفرز مادة الدوبامين، تمام؟ وهالمادة هي المسؤولة عن شعوره بالرضا، تمام؟ فنحن يعني بنلاقي احيانا اشخاص بيقول لك انا كيف فيني استمر بالشغله، خاصه لو كان المشروع كبير او اذا كان الشغله صعبه وما قدر يستمر فيها وما عنده دافع داخلي، ما يعني ما عنده الطاقه الداخليه هاي المتوقده من جوا انه هو يستمر بالشيء اللي بدا فيه. يعني مو صعب انك تبدا بشيء، ولكن الصعب انك تستمر فيه. فهذا الشيء اللي بيفرق، يعني بيخلي الفرق واضح بين الأشخاص المنجزين والأشخاص اللي ما عندهم إنجازات. أوكي، فالفرق بين الشخص يلي يعني بيعمل الأعمال تبعه بحب وشغف، وبين الشخص يلي هو بيشتغل بدون حب بدون شغف بدون هالطاقة هاي، هو بكلمة واحدة يلي هي الدافع، تمام؟ الدافع الداخلي. فهذا الموضوع بنظري كتير مهم، وحتى يعني أنا بوصي فيه أعضاء فريقنا أنه إنهم يسمعوه، لأنه كتير مهم. بدك تعرف أنت أنه في عندنا نوعين من الدوافع، دوافع داخلية ودوافع خارجية، وطبعا اثنيناتهم مهمين. ما عم أقول أنه أنا الدوافع الخارجية مهمة، ولكن الدافع الداخلي هو الأهم. هلأ حنشوف ليش. طبعا هذا الشيء من خلاصات علم نفس الأداء، الأشياء اللي عم شاركها كتير مهمة. فإذا أنت يعني بدك تشعر بالمزيد من السعادة والرضا، ويعني أنك يكون دائما عندك هالطاقة المتجددة بداخلك لحتى تكمل أي شيء بلشت فيه، فلازم يكون عندك دافع داخلي. وأنا يمكن هذا الموضوع بوجهه للأشخاص اللي هن حتى بلشوا معنا بس ما قدروا يستمروا، إما لأنه الدافع الداخلي ما له موجود عندهم أو بسبب ضعف بالكفاءات إلى آخره. ولكن أحيانا بيكون الشخص عنده كفاءات ولكن ما عنده دافع داخلي ليستمر. أوكي، هو عم ينتظر مثلا مكافآت خارجية، عم ينتظر أشياء من الخارج وليس حبا بالشغل اللي هو عم يعمله. أوكي، طيب، فشو هو الدافع الداخلي؟ هلا بالنسبة لعلم نفس الأداء بيعرف الدافع الداخلي بأنه هو الموتيفيشن أو الدافع اللي يعني بينشأ من داخل نفس الإنسان. أوكي، فهو ما بيكون مدفوع بمكافآت خارجية أو بنتيجة متوقعة سلفا. أوكي، والكلمات اللي احنا لازم نتذكرها حول الدافع الداخلي هي المشاعر اللي بنشعر فيها بالرضا والسعادة والحب، تمام؟ فأنت بتشعر بهالمشاعر هي بيكون نتيجة هذا الدافع الداخلي اللي بيكون عندك وقت أنت تعمل أي شيء أنت حابب تعمله. أوكي، طيب،
اما بالنسبه للدافع الخارجي هو عاده بيكون مثلا الشخص مدفوع بمكافآت، مثلا مثل المكافآت الماليه او مثلا هدايا او اوسمه او تقدير احيانا. يعني في اشخاص نحن بنشوف انه هن يعني ما بيكملوا بالشيء اللي كانوا مبلشين فيه بسبب انه يعني ما حصلوا على التقدير الخارجي، انه يعني الشخص الاخر ما قدرهم مثل ما هن كانوا متوقعين. ولكن مثل ما قلنا اعتماد الشخص على الدوافع الخارجية سواء كان المال أو الأوسمة أو المكانة أو التقدير وهالأشياء هي كلها، هذا الشيء يعني بيخليه ضعيف لأنه عم ينتظر شيء هو يمكن ما يحصل عليه ويمكن يحصل عليه. ولكن وقت يكون أنت عندك دافع داخلي هو منشأه من داخلك، أنت مثلا ما عم تعمل هالشغلة هي بهدف أنك أنت تحصل على مال فقط، مع أنه مو غلط يعني إذا كان الواحد عم يشتغل وقدم خدمة، ولكن أنه ما يكون هو الهدف أنك أنت تحصل على مال أو على أوسمة أو على هدايا أو على تقدير أو على شهادات حتى. يعني في أشخاص ما بيتعلموا لأنه إذا ما في الموضوع هذا شهادة أنا ما رح أتعلم. يعني عرفتوا كيف؟ ما عم يتعلم من حب التعلم. هي كمان كمثال تاني. على كل حال حنفصل بالأشياء اليوم إن شاء الله بهذا البودكاست. فالنشاط يلي أنت عم تقوم فيه شو هو الدافع تبعه؟ هل هو دافع داخلي ولا دافع خارجي؟ هي أول سؤال أنت لازم تسأله مع نفسك بأي شيء أنت بتعمله. أوكي؟ ففي كتير رياضيين مثلا بيكونوا مدفوعين بهدف انه هن يحصلوا على المركز الاول او على ميدالية ذهبية او مثل ما قلنا على اوسمة جوائز او مال الى اخره. فاذا ما حصلوا هذا الشيء بيصير معهم اكتئاب، تمام، ممكن في منهم بينتحروا، تمام، لانه ما كان الدافع بالاصل هو دافع داخلي. اوكي، ما كان هو حابب اللعبه نفسها الرياضه اللي اختارها، تمام، وانما فقط هو شعور الفوز او السعي لتحقيق البطولات. أوكي، طيب هلأ حنحكي عن أمثلة عن الدافع الجوهري أو الداخلي. فمثلا أنت بتمارس الرياضة لأنك أنت بتحبها، بتحب التدريب، أنت بتحب تتدرب، بتحب تلعب، في عندك متعة وقت تلعب الرياضة. أوكي، ممارسة الرياضة هي يعني بحقق لك السعادة. فأنت وقت تروح على النادي أو تروح على الملعب أو على أي مكان فيه أنت بتمارس هالرياضة هاي، أنت بتشعر فيه بهذا الإنجاز، تشعر بمشاعر الرضا والسعادة يلي أنت يعني بتحصل عليها لأنك أنت حابب أنك تلعب رياضة. أوكي، مو لأنك بدك تحصل على بطولات أو على أوسمة أو على أي شيء تاني. أوكي، كمان الدراسة أو التعلم هذا موضوع كتير مهم، لأن أنا بشوفه عند كتير أشخاص في عندهم نقطة ضعف فيه، اللي هن مثل ما قلنا أنه هن بيتعلموا بهدف أنه أنا بدي أحصل على شهادة، أو أنا لأنه بدي مثلا زيد راتبي، أو لأنه أنا بدي أحصل على تقدير أو على منصب إلى آخره. وهي الدوافع كلها أحيانا بتسبب لكتير من الأشخاص يعني صدمات، لأنه أحيانا ما بيحصلوا على هالأشياء اللي كانوا متوقعينها. تمام، اوكي، خلونا نكمل. فمثلا انت بتحب تدرس او تتعلم او تقرا كتاب جديد او مقال جديد لانك انت عندك متعه بالتعلم، تمام، بتحب انك تتحدى نفسك، تكتشف افكار جديده، مفاهيم جديده، تمام، فعندك حب لهذا الشيء. اوكي، طيب هي مثال تاني عن الدافع الجوهري او الدافع الداخلي. كمان احيانا الاشخاص اللي هن بيحبوا يعني ينزلوا وزنهم، يعني بيكون الدافع تبعه انه عم ينزل وزنه، عم تنزل وزنه لانه يعني يحسن شكله وتحسن شكله قدام المجتمع فقط او قدام حدا تاني او لهدف تاني، مو لانه عم ينزل وزنه ل يعني مثلا انه تكون صحته جيده، انه فعلا يكون ملتزم بتحقيق هذا الهدف لصالحه هو بالنهايه، مو لحتى يرضي حدا تاني. اوكي، او مو حتى ليظهر بمظهر معين قدام المجتمع. اوكي، ننتبه للفروقات بين الدوافع الداخليه والخارجيه. كمان احيانا وقت نحن نتصل بشخص معين انه نحن حابين نتصل فيه، تمام، نحن حابين نتصل فيه، عندنا دافع يعني الحب انه نحن نتواصل معه. اوكي، ما عم نتواصل معه فقط بهدف يعني مصلحه او بهدف اي شيء تاني، نحن عنا فعلا دافع داخلي انه نحن حابين نتواصل مع هذا الشخص، نسمع صوته، يعني نحكي معه، نتبادل الافكار والنقاشات. فهذا الشيء كمان بشكل جوهر الدافع الداخلي. كمان العمل، انت بتروح على شغلك مهما كانت طبيعة شغلك اللي انت بتشتغلها، فكمان انك انت يعني عم تمارس هذا الشغل بهدف انك انت
يعني تشعر بالإنجاز وبالرضا يلي بصاحب هذا العمل، خاصة وتكون عندك إخلاص فيه، وما بيكون هدفك فقط مثل ما قلنا المال أو الأوسمة أو الجوائز أو التقدير أو الشهادات إلى آخره. تمام؟ طيب، مو غلط الأشياء لو أنت حققت، أكيد مو غلط، ولكن عم نقول ما يكون هو الأساس. تمام؟ فوقت انت يكون بشغلك وعندك فريق عمل، اكيد انت بالنهايه بهمك يكون فريقك عندهم اداء عالي، بس بنفس الوقت لازم يتم التركيز على مو بس الدوافع الداخليه لاعضاء هذا الفريق، وانما ايضا عفوا مو بس على الدوافع الخارجيه اللي يمكن حققها اعضاء الفريق او الفريق ككل، وانما ايضا على الدوافع الداخليه، وبدك تشوف انت الدافع الداخلي لكل حدا من اعضاء فريقك. اوكي؟ طيب، لانه هذا الشيء بيخليهم كلياتهم يشتغلوا بشكل يعني عندهم دائما هالطاقه هي المتجدده هي لحتى هن يكملوا بالشيء اللي بداوا فيه. طبعا هذا الشيء مو دائما يمكن يتحقق عند بعض الاشخاص، ولكن نحن عم نحكي عن اهميه الدافع الداخلي، لانه احيانا الشخص بده يقعد مع نفسه ويشوف شو يعني شو هي الاشياء اللي بتخليه مندفع لتحقيق اي شيء بيعمله، اي عمل، اي نشاط بيعمله. اوكي؟ طيب، حنشوف هلا فوائد التحفيز الداخلي، يعني شو هي الفوائد اللي يمكن ترجع عليك وقت انت تركز على التحفيز انه ينبع من داخلك، اوكي؟ مو انه يكون الدافع او التحفيز من الخارج. ف بنعرف انه نحن ما في نقص اكيد بالمكافآت الخارجيه بهذا العالم، العالم مليء بالمال، مليء بالمناصب، مليء بالمكافآت، مليء بالشهادات، بس نحن لازم ما نعتمد على هذا الشيء لتحفيزنا. فحنشوف هلا شو هي فوائد انك انت تنمي عندك الدافع الداخلي. طبعا بطريقنا نحو النجاح فلازم نحن نبني عادات جيدة، ومن العادات الجيدة هي الأنشطة الجيدة اللي نحن بنعملها بشكل متكرر يلي بتدفعنا نحو تحقيق أهدافنا. نعرف أنه العادة هي سلوك بتكرر بانتظام، اوكي، وبيحدث على مستوى اللاوعي، يعني العقل ما بيستهلك طاقة لحتى يعمل هذا النشاط بشكل متكرر. فنحن جميعنا عندنا عادات، وانه العادات اما انه تكون ايجابيه صحيه طبعا، او تكون عادات سلبيه مدمره. فكيف الدافع الداخلي بيشكل عادات عندنا نحن؟ هلا العادات اول شيء يعني بيتم تشكيلها بالبدايه على مستوى الوعي، تمام؟ على مستوى الوعي، العقل الواعي، قبل ما تتحول للعقل اللاواعي، وبيكون بقى هون العاده عم تشتغل يعني بشكل اوتوميتد، يعني اوكي مأتمت خلص، يعني نزلت للاواعي. فوقت تنزل العاده اللاواعي بتلاقي حالك انت عم تعمل اي شيء، مثلا بتسوق سياره متعود على كل شيء يعني، بس وقت اول ما انت بلشت تسوق سياره بتلاقي حالك انك انت متلبك وبدي اكبس هلا الفرام ولا اكبس الدبرياج، هي وقت كانت السيارات على المانيوال. انت بالفترات هاي كانت صعبة عليك، ولكن بعدين تعودت، فانتقلت العادة من الوعي للاوعي. اوكي؟ فالدافع الداخلي بشكل العادات، تمام؟ بشكل عنا العادات يلي بتسمح لنا انه نحن يعني نستمر بتحقيق اهدافنا، خاصة لو كانت الاهداف كبيرة، تمام؟ بتحتاج وقت وجهد وبتحتاج لاستمرار، فهذا الشيء بحاجة للدافع الداخلي، بحاجة لهالطاقة الداخلية من عندك أنت، مشان ما تستسلم بربع الطريق أو بنص الطريق. أوكي؟ وهذا نحن الشيء بنشوفه عند اللي يعني بيركضوا بالماراثون، فهنن عارفانين اوريدي انه لازم يكون عندهم هالطاقه هي اللي حتخليهم هنن يركضوا هالمسافات الطويله هي، بحيث ما يحلسوا باول الطريق او بنص الطريق. ف كثير مهم هذا الشيء. بنعرف انه من الصعب انه انك انت تحصل على دافع خارجي لحتى تواصل دفع نفسك لاداء اي نشاط على اساس يومي حتى يتطور العاده، هذا الشيء مو سهل. اوكي؟ بس انت وقت فعلا وقت انت فعلا يعني تلاقي هذا الدافع الداخلي لحتى انت تعمل النشاط هذا، اوريدي هذا النشاط حيتحول لعاده، والعاده متى ما صارت عاده خلص يعني بصير تعملها بكل سهوله، وهذا الشيء بيحقق لك انت اهدافك، بخليك تنجح بشكل مثل كانه مأتمت. ف
فمن خلال دافع داخلي أول شيء، أول فائدة نحن نبني العادات. فحبيت أنا أفصل بهالفكرة هاي لحتى تكون واضحة. وكمان الدافع الداخلي من فوائده انه هو بيزيد من التعلم. فوقت انت تضطر لتعلم شيء، يعني انت مثلا بدك تقرا كتاب معين او مقال معين، واحيانا بتلاقي الافكار كتير صعبه او مثلا بعيده عن مجالك وما قدران تفهمه، في مفاهيم معينه انت بحاجه انك تقرا عنها اول شيء لحتى تفهم الموضوع. فكمان انه الدافع الداخلي هذا بيزيد من قدرتك على التعلم، لانه بنعرف انه يعني التعلم خاصة المفاهيم الجديدة او الصعبة بيكون مو سهل ابدا، يعني عملية صعبة وبتحتاج تركيز ووقت. فمثل ما قلنا، كيف انت بدك تصبر على هاللحظات الاولى بتعلم هالمادة التعليمية الجديدة والصعبة عليك لحتى تقدر تكرش فيها بعدين. فاذا كان التعلم انت عندك هو مدفوع بدوافع داخلية، بيكون حتى استيعابك للمادة التعليمية أسهل بكتير، واحتفاظك فيها كمعرفة حقيقية بيكون لمدة أطول. تمام، خاصة أنك أنت حتكون عندك حب للتعلم، حيكون عندك شغف لأنك تتعلم هذا الموضوع، وهذا الشيء حيخليك فهمانه. وإذا فهمت المادة التعليمية مثل ما بنعرف، هذا الشيء حيخليك تقدر تحكي فيها، حيخليك تقدر تناقش فيها، حيخليك تقدر تكتب عنها. وهذا الشيء مثل ما قلنا مو سهل، خاصة بالتعلم. ولكن مثل ما قلنا، إذا كان عندك هذا الحافز الداخلي، مو أنك أنت بدك تحصل على شهادة وبس، أو أحيانا في ناس بيحصلوا على شهادات عالية بس مشان مناصب أو مشان يزيد راتبهم. فكل هالأشياء هي تعتبر دوافع خارجية، وقلنا هي مو أنه غلط، ولكن مو هي الأساس. لأنه إذا أنت ما حققت هذا الشيء وخيبوا آمالك البشر، فبهيك حالة أنت حتتعرض لنكسات حتخليك أنك أنت توقف أو ما تكمل بهذا النشاط أوكي اللي أنت بلشت فيه. فيفضل يكون دائما الدافع الداخلي هو الأقوى. كمان الدافع الداخلي هو بيؤدي للمزيد من المرونة. فنحن لازم نتمتع بالمرونة بالحياة مثل ما بنعرف، لأنه الحياة هي مليئة بالمصاعب والمحن والمشاكل، ولحالها وباء كوفيد 19 من يعني من المصائب الكبيرة اللي أصابت دول العالم. فنحن لازم نتمتع بالمرونة على أساس يومي بالحياة هي. و أحيانا النكسات والإخفاقات بتزيد كل ما كانت أهدافك أكبر، وكل ما كان يعني النجاح اللي أنت بتحققه أكبر. وإذا كان بس الشيء اللي بيحفزك أو بيدفعك، طبعا كلمة تحفيز أو دافع تقريبا نفس الشيء، الشيء اللي عم يحفزك أو عم يدفعك هو حافز أو دافع خارجي لحتى تحصل مثل ما أنا على تقدير أو فوز بجائزة أو حتى تحصل على مال فقط أو على منصب أو أي شيء تاني أو هدايا أو أي شيء تاني أوكي، فهذا الشيء حيعرضك ل يعني هذا الشيء حيخليك أنت معرض للنكسات مثل ما قلنا بشكل أكبر. أما إذا كان دافعك داخلي، فهذا الشيء حيخليك مرن أكثر. أوكي، إذا أنت حصلت على جائزة أوكي، ما حصلت عليها ما وقفت الدنيا يعني. فأنت أوريدي وقت أنت بدأت بالنشاط هذا، كان هدفك هو مثل ما قلنا، مثلا لو انت عم تتعلم له بسبب حب التعلم، انا حابب اني افهم حول هذا الموضوع، مو لانه بدي احصل على شهادة. تمام، اذا كنت انت عم تشتغل شغلة معينة لانه انا بدي اتقن هذا العمل، لانه اذا اتقنته حيترتب عليه نتائج ايجابية ورائعة تانية حتخليني ناجح بشي اللي عم بعمله. فمشان هيك هالافكار هي كتير مهمة، واعتمادنا دائما على الدوافع الخارجية هي قلل من مرونتنا اوكي. واذا ما كان عندك مرونه بالحياه مشكله اوكي. طيب هلا كمان في فكره انا حابب احكي عنها، وهي انه الدافع الداخلي بيقلل من القلق. هلا بنعرف انه القلق بيعيش بالمستقبل، الخوف والقلق يعني بيعيشوا بالمستقبل، أما الحزن بيعيش بالماضي. فأنت وتعاني من القلق، فيعني بتكون القوة الدافعة لك هي أنك أنت عندك قلق من الشيء اللي حيصير بالمستقبل أوكي.
يمكن الشيء اللي انت عم يعني انت عم تفكر فيه للمستقبل ما يصير او يمكن يصير. فالقلق هو بيتغذى من المخاوف المستقبليه اللي انت بتتعرض لها بالوقت الحالي. فالدافع الداخلي هو بيقلل من مستويات القلق يلي يمكن انت تشعر فيها. تمام؟ فمثل ما قلنا انه القلق هو مرتبط بالخوف من المستقبل. وفي ناس يعني كثير من لاقيين احيانا بياخذوا ادويه نفسيه بسبب الافكار هي اللي بيفكروها زياده حول المستقبل، ما لو عايشين الوقت الحالي والوقت الحاضر. من حيث الاداء دائما الخوف هو بيرتبط بالفشل، فكل ما انت كنت خايف اكثر حتكون نسبه فشلك يعني اعلى. فلازم يعني هون يعني ما يتم التركيز على الخوف من المستقبل والقلق من الشيء اللي حيصير، ويكون عندك الدافع لأدائك لأسباب داخلية جوهرية. تمام؟ فهذا الشيء يعني حيخليك يعني عندك سكينة أكثر. و الدافع الخارجي لازم نعرف كمان في نقطة بتميزه عن الدافع الداخلي، انه هو بيزدهر على النتائج. يعني انك انت بتكون مندفع او متحفز للقيام بهذا النشاط، انك انت اذا عملت هذا الشيء معناته بالمستقبل او خلال شهر او سنة حيصير هيك، وبركي ما صار هيك او بركي صار فعلا، يمكن يصير ويمكن ما يصير. تمام؟ اذا ما صار في اشخاص يعني هن اوريدي بانين الدافع تبعهم على اساس التوقع المستقبلي، اوكي، فبيتحطموا بينصدموا ما عاد يكملوا ما عاد حتى يبلشوا بنفس النشاط هذا، عرفتوا كيف؟ فمشان هيك هون الدافع الخارجي احيانا بيكون خطير. تمام؟ الدافع الخارجي خطير، انك انت عم تتوقع اشياء حتصير لك بالمستقبل اذا عملت هذا العمل، ويمكن ما تصير ويمكن تصير. ف يعني هون بقى الخطوره. تمام؟ هذا التوقع المستقبلي. هلا كيف فينا نحن نزيد الدافع الداخلي؟ كمان هذا سؤال مهم. نحن حكينا اول شيء عن الدافع الداخلي والخارجي، الفرق بيناتهم، حكينا عن كمان الفوائد، وقلنا انه الدافع الداخلي بشكل العادات، بيزيد من قابليه التعلم، بيزيد من قابليه الشخص انه يكون مرن اكثر، وبيقلل من القلق والخوف من المستقبل. بس هلا كيف فينا نحن هلا نزيد الدافع الداخلي تبعنا؟ كيف نحن فينا نحقق هذا الشيء؟ في عنا ثلاث خطوات حاحكي عنهم بهالموضوع هذا، واللي بتمنى انه تستفيدوا منه، لانه فعلا مهم، مهم جدا. اي نشاط انت بتعمله، اي عمل انت بتعمله، بدك تسال حالك شو هو الدافع تبعك؟ هل هو كذا كذا، شهاده، مصاري، او مثلا انت عم تعمل هذا الشيء لانك انت بدك يشكروك الناس او يقدروك او يثنوا عليك، او بسبب انك بدك تترقى او تحصل على منصب، الى اخره من الدوافع الخارجيه. اكيد في كثير دوافع خارجيه اكثر من الامثله اللي انا حكيت عنها. او انت بده يكون دافعك داخلي انه انا عم بتعلم بحب التعلم، انا عم مارس رياضه ليكون جسمي صحي، انا مثلا عم بتعلم لغه اجنبيه لحتى اقدر افهم واتواصل مع العالم، واقدر هذا الشيء يفتح لي فرص للمستقبل. تمام؟ هلا اذا انت كنت فقط مدفوع باوسمه وجوائز وتقدير وهالاشياء هي اللي بتحسسك بالرضا من الخارج، فهون الغلط، اوكي. اما اذا انت عم تتعلم او عم تشتغل الشغله لحتى انت تكون من الداخل عندك رضا داخلي، فهذا الشيء هو الصح. فكيف نحن فينا نزيد الدافع الداخلي؟ فلازم نعرف انه يعني كل شخص بيختلف عن شخص اخر بالدوافع تبعه، اوكي. ففي اشخاص بتلاقيهم يعني عندهم القدره انه يكون عندهم هن دافع داخلي، في اشخاص لا، الدوافع تبعهم هي بتكون خارجيه بشكل اكبر. وقت يكون عندك دافع داخلي رح يكون تطبيقك للخطوات يلي انت بدك تعملها تحقيق اي هدف بيكون محدد اكثر. طبعا بعض الاحيان انت بحاجه لدافع خارجي، ولكن باحيان تانية بكفي الدافع الداخلي لتحقق اي انجاز انت بدك اياه، اوكي.
فبالبداية بده يكون عندك أنت معرفة للشغف اللي عندك. شو الشغف اللي عندك؟ أنت شو الأشياء اللي بتحب تعملها؟ تمام؟ شو الشيء اللي بيخليك متحمس وقت أنت تعمل أي نشاط عم تعمله؟ يعني شو الشيء اللي بيخليك تشعر بالسعادة وقت أنت تعمل هذا الشيء؟ أوكي؟ فلازم أنت تركز على نشاطات أو أعمال تتوافق مع شغفك. أوكي؟ فإذا كان أنت عندك شغف بالرياضة مثلاً، فهذا الشيء حيخلي عندك دافع داخلي اوريدي لحتى يعني تأدي التمارين الرياضية، وأحياناً تكون تمارين رياضية صعبة بدها التزام وبدها استمرار. أوكي؟ طيب، فإذا أنت كنت عندك متعة وشغف بالرياضة هاي، هذا الشيء حيخلي عندك الدافع الداخلي قوي. أوكي؟ مثل ما قلنا، ما بدك تطلع على الأوسمة وعلى الجوائز وإلى آخره. وقت يكون في عندك هذا الشغف وهذا الشعور بالسعادة اللي انت بتشعر فيه وقت انت تعمل هذا العمل، بيكون في عندك هون قدرة على تنمية الدافع الداخلي أكثر وأكثر. تمام؟ فبدك تشوف شو الشيء اللي انت عندك شغف بأنك تعمله. أوكي؟ إذا كان هذا النشاط أو العمل ما عندك شغف فيه، اوكي، مو معناته انك ما تعمله او يعني ما تتحمل احيانا عمله، لانه في احيانا مهام بالحياه تكون صعبه، ويعني انت يعني ما عندك شغف للقيام فيها. فبهيك حاله انت بدك كمان تحاول تخلق الدافع الداخلي بخليك تستمتع باداء الاعمال هاي. اوكي؟ فمو معناتها فقط نركز على الأعمال اللي بس عندنا شغف فيها، أكيد هي إلى أولوية، ولكن أحيانا مثل ما قلنا بالحياة في عندنا تاسكس أو مهام أو أشياء أحيانا بتكون خارج منطقة الراحة تبعنا، وبالتالي نحن بدنا نحاول قدر الإمكان إنه يكون عندنا شغف فيها، نحاول نخليه أكثر متعة. عرفتوا كيف؟ فوقت نخليه أكثر متعة ويكون عندك شغف فيه أكثر، هذا الشيء حيعزز الدافع الداخلي عندك للقيام فيها. أوكي؟ طيب، ومثل ما قلنا، مو غلط يكون كمان أحيانا بهيك أعمال وقت تكون هي أعمال ما عندك شغف فيها، لو كان فيها دافع خارجي كمان مو غلط. تمام؟ مو غلط، ولكن ما يكون هو الأساس فقط. وإذا أبدا أبدا ما قدر ترفع شغفك ولو بنسبة 1 أو 2%، فالأفضل ما تعملها لهالمهام هي، وتلاقي شخص تاني يمكن يقدر يساعدك فيها، أو يتم تفويض هالمهام لشخص تاني. أوكي؟ فهي الخطوة الأولى، إنك أنت تحدد شغفك حول أي نشاط أنت حابب إنك تعمله. الخطوة الثانية، إنك أنت تبحث عن السبب، إنه أنا ليش بدي أعمل هذا النشاط أو هذا العمل. أوكي؟ شو هو السبب؟ تمام؟ مو بس الشغف. تمام؟ تاني خطوة إنك تقول شو هو السبب. ففي كتير من الأسباب لسلوكياتنا نحن البشر، وبتكون يعني عادة السلوكيات هي مدفوعة بدافع جوهري من الداخل. تمام؟ فأنت ليش عم تمارس الرياضة؟ تمام؟ أنت ليش عم تلعب التمارين الرياضية؟ فهل أنت لأنه بدك يكون جسمك صحي؟ هل لأنه أنت بدك يعني تشعر بالرضا عن حتى شكل جسمك أنت وقت تمارس الرياضة؟ تمام؟ فهون نحن وقت نحن بدنا نزيد الدافع الداخلي باتباع شغفنا، فكمان لازم نرفق هذا الشيء مع الأسباب يلي بتخلينا حتى نكمل بهذا الشيء. وقت نحدد الأسباب يلي خلتنا نبلش بالعمل أو النشاط، هذا الشيء حيخلينا حتى نستمر فيه أكثر، لو كان مثل ما قلنا الهدف أو المهمة صعبة بتحتاج وقت طويل لأشهر أو سنوات. تمام؟ فهذا الشيء حيخلي الشغف متوقد أكثر عندك. أوكي؟ كمان الخطوة الثالثة المهمة بتنمية الدافع الداخلي هذا أو الطاقة الداخلية هي، اللي هي مثل بنزين بصراحة، بخليك دائما عم تسعى نحو تحقيق الأهداف تبعك وتحقيق الإنجازات، هو التركيز على اللحظة الحالية. مثل ما قلنا، العيش بالماضي بيعمل حزن، العيش بالمستقبل بيعمل خوف وقلق. أوكي؟ فهون
اول شيء بمجرد ما انت تعرف شو اللي عندك شغف فيه وتحدد الاسباب اللي خلتك انك انت تعمل هذا العمل او دفعتك لحتى تعمل هذا العمل، فهلا انت لازم تعيش اللحظه الحاليه وتنسى المستقبل وتنسى الماضي، اوكي، وتركز على اللحظه الحاليه لحتى تركز كل انتباهك على تحقيق خطوات المهمه هي، وبالتالي تحقق اهدافك. ودائما احنا بنحكي عن اهميه التركيز، فهذا الشيء حيخليك انت منجز اكثر. وقت تحقق الشيء مثل ما قلنا دماغك حيفرز الدوبامين، وقت تنفرز الدوبامين هذا الشيء حيشعرك بالرضا والسعاده، وحيخليك حتى مندفع داخليا لتحقيق الاهداف الثانيه والانجازات الثانيه يلي انت حطيتها. فبهالخطوات الثلاثه انت بتكون يعني حاولت انك تبني الدافع الداخلي عندك، مثل ما قلنا اول شيء تعرف شو شغفك، الاسباب يلي بتدفعك لعمل هذا النشاط، والتركيز على اللحظه الحاليه بكل طاقاتك الفكريه والعقليه، وما تخلي اي مشتتات. فهيك انت بتكون نميت الدافع الداخلي او الحافز الداخلي او الجوهري. إذا كان من وراء هذا العمل أو هذا الإنجاز في مكافآت أو في جوائز أو في أشياء تانية خارجية أكيد مغلط، إذا أجت بيكون جيد أو ممتاز، إذا ما أجت أنت ما كان هو هاد دافعك من البداية، أوكي؟ أنا عم بتعلم، إذا أجتني شهادة أوكي، إذا ما أجتني ما خربت الدنيا، أوكي؟ لأنه في أشخاص كتير بلاحظون لازم ما في شهادة أنا ما رح أتعلم. طب أنت عم تتعلم لحالك، أنت عم تطور حالك لحالك، عم تطور مهاراتك لتكون عندك مهارات تفكير متقدمة ويكون عندك اطلاع واسع حول المواضيع، مو لأنك أنت بدك تحصل فقط على شهادة، أوكي؟ هذا الربط مع الدوافع الخارجية أحيانا يعني بيعمل صدمات ونكسات عند الشخص بيخليه ما عاد يستمر، أوكي؟ لازم يكون عندك الحب للعمل هذا طالع من جوا، انك انت عم تعمل هذا الشيء سواء انا حصلت او ما حصلت، انت حبك لعمل هذا الشيء عم ينبع من الداخل، من دافع داخلي، اوكي؟ فبتمنى تكون استفدتوا من الافكار هي لانه كتير مهمه، اوكي؟ كتير مهمه. وانا بوصي حتى اعضاء فريقي بسماعه لحتى هن يستفيدوا، وحتى اي شخص يعني حابب انه هو يستفيد من الافكار فينه يستفيد منها، حتى نكون احنا صادله مختصين عايه صحيه مميزين. لازم يكون عندنا الدافع حتى للتعلم، تطوير خبراتنا بيكون من الداخل، بيكون من حبنا لحتى نحن نقدم أفضل خدمة أو رعاية صحية. فهذا الشيء لازم يكون بناء على أساس داخلي مو على أي أساس خارجي، لأنه التطوير خاصة نحن بمجال الأدوية دائما في أشياء جديدة، فالتطوير هون بيكون لأنه أنت عندك شغف وحب انك انت تتعلم وتفهم وتشوف شو اخر التوجهات، مو لانه انت مندفع لدوافع تانية، اوكي؟ خلوا هالافكار هاي ببالكم لانه كتير حتفيدكم. اتمنى تكونوا استفدتوا. Thank you really for listening and stay tuned.